السلام عليكم. فيديو اليوم غنشوفوا طريقه تحضير ماسك الحلبه بدون رائحه لازاله الحبوب والرؤوس السوداء. لتحضير ماسك الحلبه غنحتاجوا ملعقه كبيره من الحلبه المطحونه، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من عسل النحل، وملعقه كبيره من ماء الورد. كنخلط المكونات الجافة أولا قبل ما نزيد العسل وماء الورد. طريقة الاستعمال سهلة جدا. كنوضع الماسك على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء. شخصيا جربت هذا الماسك وفعال جدا جدا للحبوب والرؤوس السوداء. تخلصت من الحبوب في ظرف 3 أيام والرؤوس السوداء في أقل من أسبوع. كنصحكم هذا الماسك وكنتمنى تجربوه.